زيزو النهارده بيعول عليه فيريرا امال كبيره جدا جدا جدا. هناك بعض اللاعبين المحاور الرئيسيه في اداء كل فريق تتحدث عن لاعبين لهم تاثير قوي جدا اثناء سير المباراه. كده هيبقى على يمين احمد عبد القادر، على وسط الملعب مره ثانيه حمدي فتحي، واحده طويله وعريضه وعميقه وحلوه لحسين الشحات، داخل حسين قلب عرضيه، ارضيه خطيره من القلب يا ولد يا ولد يا ولد، ولسه في الملعب ورمي التماس مكنهم مع بعض اثناء المباراه. هنشوف جماهير نادي لصالح نادي الزمالك من ناحيه اليمين، وادي لقطه طبعا هيلعبها زيزو عاليه لكن مقطوعه من القلب على طول، ترجع لدونجا يحطها على شماله حلوه جدا جدا، وادي زيزو والعرضيه لكن مقطوعه معليش بيها بالشكل، ما يعرفش يعدي، مقطوعه للنادي الاهلي وتطول وتبقى لا لسه والله في الملعب. عمرو السيسي على وسط الملعب، على وسط الملعب ماشي المتحرك مصطفى شلبي لامام عاشور، عايز يشوط عايز يشوط عايز يشوط، تسديده تضرب في خالد عبد بطل رجله حلوه جدا في الشمال، تقدم لعلي معلول، علي معلول مع عبد القادر يحطها له عبد القادر، واحد لواحد واحد لواحد، عايز يخش لجوه عايز يخش لجوه، يرجع مره ثانيه ارضيه صغيره حمدي فتحي، تسديده من اخر الدنيا حمدي بعيده جدا جدا ورا خط الدفاع. انطلاقه من ناحيه الشمال لاليو ديانج، عايز يعدي من الوسط، عايز يعدي عايز يعدي، حطها ارضيه خطير خطير خطيره يا راجل، تسديده ضعيفه جدا 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 من علي معلول، وادي خمسه احمر جوه المنطقه عاليه من القلب على طول يا ولد يا ولد، على طول يطلعها حسام عبد المجيد، ومره ثانيه كده باصه يعني باصه من اليو ديانج للحارس محمد اللي مصطفى شلبي، كان زيزو اللي فات والله، مجدي قفشه طلع له المنطلق محمد هاني، ماشي هاني ماشي هاني ماشي هاني ماشي هاني ماشي هاني، حكم بيقول ما فيهاش، طبعا موجود احمد عبد القادر وموجود حسين الشحات في الاهلي، وادي واحده طويله وعاليه وخطيره وعرضيه لكن مش لاقي حد مش لاقي حد في الزمالك، طبعا في امام عاشور وفي زيزو الاثنين عندهم قدرات فنيه عاليه. انطلاقه للجزيري هيلعب بيمينه الشناوي وتوجيهاته والعرضيه منتهى الخطوره، حسام عبد المجيد هيئه هو يعني المميز، ضربات ركنيه اتلمست له كده لورا طلع عالي لكن كان معاه الشناوي كده بايده وبالتالي ما قدرش يركز في ضربه الراس، طلع تسقيطه طويله حلوه خطيره، عداه 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 عبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر، لا هوبو يا نهار ابيض يا نهار ابيض، اول كوره تعدي بشنها عبد القادر في اقدام مجدي قفشه، دخل ببطن رجله، لو قفل بطن رجله وش رجله كان مفتوح لبره عشان كده طلعت بالشكل ده، لكن لو قفل وش رجله جوه الملعب كان ممكن جدا تبقى هدف اكيد، هو حب يزقها في البعيده، في الحاجات دي ما تفكرش في البعيده. على شماله عبد الشافي عايز يسقط واحده طويله مردوده من خالد عبد الفتاح، عايز يعدي خطير خطير خطير، والعرضيه يا نهار ابيض يا راجل يا نهار ابيض يا عمرو ياسين، لسه ما عندهاش أعصاب هذه المباراة، زمالك يخشى من لدغة تكلفه كتير. مجدي قفشة قفشة عايز يسقط واحدة في اليمين في اتجاه حسين الشحات لكن مقطوعة وخطيرة وعالية، حاجات دي مش هتتحسب أبدا أبدا، ما فيهاش حاجة أساسا، وأوعى تفكر إن أنت هتخدع أبدا الحكم هنا أو هناك، يعني طويلة أطول من اللازم أطول من اللازم وتبقى ضربة تماما وعاملين حساب بعض تماما، مفيش اي تضحيه حقيقيه، يشعلوا حماس اللاعبين على ارضيه الملعب لكن القدرات حتى الان مش مديه، وادي واحد حلو خطير 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 خطير، يا نهار ابيض يا نهار، في تسلل في تسلل ماشي بوش رجل الخارجي، هنشوف هنا التسلل، اه طبعا تسلل 100% 100% 100% دي لبره، وبعدين تقفل بوش رجلك الخارجي اليمين تلف معاك ببطن رجلك من الزاويه دي صعبه جدا، عايزه بقى ايه، لكن وش طبعا قدامي ده جمهور الاهلي والناحيه الثانيه جمهور الزمالك، عرضيه عاليه خطيره من القلب معديه ما تعديش، مقطوعه على طول لحمدي فتحي، ماشي حمدي بيدور يحطها على شمال، هناك احمد عبد القادر 1 2 لكن ما اتظبطش 2 تتقطع لعمرو السيسي يا ولد يا لعيب، ويغير الملعب حلوه جدا عند زيزو في الشمال،
زيزو، زيزو هاني عايز يعدي، عايز يعدي، لعبها أرضية على وسط الملعب مرة تانية. دونجا عايز يفكر، عايز يفكر، حلوة 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 قوي يا دونجا، حلوة قوي قدامه وقفل وش رجله روعة. وبرافو يا شناوي، برافو يا شناوي، راح في المكان والزمان وحط كفوفه الاثنين وطلعها بره عشان ديانج بالعرض. عايز يعدي من الوسط، عدى من الوسط، طويلة طويلة طويلة، خطير خطير على يمينه، حلوة جدا. الشحات الشحات الشحات، أرضية وبوش رجله الخارجي، خطير خطير. يا نهار ابيض، الساند ممتازه، حط وش رجله مظبوط، ده ما بيقولوا الاجانب شوت ذا بول باي ليسز، شوت الكوره برباط الجزمه في التلتين الفوقاني بتاع الكوره، تلتين الكوره الفوقاني، حط رباط الجزمه. عايز يلم كورته اليو ديانج، يضغط عليه بمنتهى القوه، ياخدها في مساحه جميله جدا. امام عاشور بيجري له الجزيري ومعاه عبد القادر، امام وعبد القادر، امام وعبد القادر، يعدي امام مره ثانيه ولسه ماشي، وخطيره وخطيره، ويتشنكل مجهود كبير جدا، مجهود كبير. المثلوثي طويله وعاليه، ارتقاء، تطلع وتبقى ضربه ركنيه لنادي وادي القطار الابيض، والعرضيه العاليه الخطيره، ضربه راس كالعاده من حسام عبد المجيد، هو اللي بيوصل لمكانه ناحيه اليمين هيبقى افضل بكتير. مقطوع للنادي الاهلي، انطلاقه لعلي معلول، حطها حلوه جدا في اتجاه عبد القادر، عبد القادر لحق لحق لحق، هو ودونج، هو ودونج، دخله جوه بيدور، يرجع مره ثانيه قفشه، عبد القادر لقفشه، استلام من قفشه، غير الملعب من الشمال لليمين، محمد هاني، خطير خطير خطير. يا راجل يا راجل يا هاني، نحن جميعا مجموعه من الاصدقاء نتنافس زي ما قال بيير دو كوبرتان، نشوف الاول قبل ما كوبرتان يقول ايه. عرضيه خطير، خطر، يا نهار، يا نهار ابيض، ولسه وايه، والعرضيه يا نهار ابيض، ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل. الصياد، وادي العرضيه، رجعها لورا المره دي، هل دي كوره متفق عليها ولا ايه؟ خطير 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 يا راجل، ولسه ولسه ولسه، اخر جدا. نادي الزمالك، عبد الغني، ويطلق الحكم السلوفيني سلافجو فينيسيتش. صفار نتمنى ان يقدم شوطا جيدا خلال احداث الشوط الثاني. اشكركم اعزائي المشاهدين، مع تحياتي مدحت. مفيش اي تكمله، تعرف تماما ان هناك خطه دفاعيه محكمه. فيريرا وحديث مع كهربا وضحكتين، يا ترى قالوا ايه؟ فيريرا قال له كده تمشي وتسيبنا، قال له احداث الشوط الثاني لم تكن لديه اي اخطاء الحقيقه مؤثره، ولو انه ما كانش في كور مؤثره عشان يبقى في اخطاء مؤثره. بط رجله لمسه خطيره، كهربا حلو، ما بصش ما بصش، تدخل محمد هاني يا ولد يا لعيب، هيشوط هيشوط هيشوط، وحلوه حلوه وخطيره وخطيره، والعرضيه وهي ولسه، وارضيه معديه مش معديه، لكن يا ولد يا ولد يا ولد، عواد فوجئ بيها، لكن ادي انطلاقه هاني، وشاط حلوه قوي قوي، انطلاقه سريعه، عبد القادر عبد القادر عبد القادر على وسط الملعب، شحات حطها حلوه جدا، انطلاق انطلاق انطلاق، خطير 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 خطيره، وهوبا، سهله سهله يا كهرباء. حسين لورا مرة تانية، انطلاقة لحسين، عرضية عالية، خطير 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 خطير، وهوبا، والهدف، الله الله، عملها كهربا، عملها كهربا، أهو اشتعلت المدرجات والمباراة هتشتعل، لكن حلوة حلاوة جميلة جميلة جميلة. مين اللي عملها له؟ هنشوف في الإعادة، لكن حطها له على طبق من فضة، وكهربا في المكان والزمان حطها حلوة قوي 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 قوي، عمال يبكي كهربا، خلي بالك هنشوفها مرة تانية. ادي التسقيطة الجميلة، ده حسين الشحات، وده حمدي فتحي، يا لعيب يا حمدي يا فتحي، يا لعيب يا حمدي يا فتحي، يا لعيب يا كهربا، يا لعيب يا حسين يا شحات، يا سلام عليك. اداها له على طبق من فضة، قال له قطع قطعني، قطع قطعني، قطعها حلوة حلوة على صدره وعلى راسه وعلى الجبين، وحلوة في التمام، جميلة 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 جميلة. التوقيفة اللي على الصدر والزقة بالراس والتاني بالراس، راسين في راسين في اللعبة توجع، راسين في اللعبة توجع، حلوة حلوة حلوة. بص 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 التمريرة بتاعت حمدي فتحي، يا لعيب، ودخل كهربا خلاص سهلة، وهو كهربا في المكان والزمان واقف 10 على 10 وبيقول له أنا هنا هنا يا ابن الحلال، أنا هنا هنا يا ابن الحلال، بيكلم مين معرفش،
لكن حلوه حيل سيد نيمار. سيد نيمار انت شفتي الاول من ناحيه الشمال، عايز اعدي عايز اعدي عايز اعدي، يقول ما فيهاش حاجه، وده امام عاشور وعايز يعدي ان هو يبدا بلاعبين اخرين، وبالتالي انتهى الامر. وزيزو عرضيه عاليه وهوبا يا ولد يا شناوي، ترجع مره ثانيه وتسديده تضرب وترجع وتسديده ما تضربش وتطلع، والحكم بيقول مع بعض كده احنا مع بعضينا احنا هنا هنا. 72 دقيقه، التقدم للنادي الاهلي بهدف لكهربا في الدقيقه 61 من زمن المباراه. انطلاقه لمحمد هاني من ناحيه اليمين وفاتح له حسين الشحات، يحطها له، هيجي من ورا منه، هيجي من ورا منه، هيجي من ورا منه، ارضيه بيلم قفشه، لعبه صغيره، عايز ياخدها مره ثانيه، ترجع، خطير 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 خطير، من القلب يا نهار ابيض، لكن في تسلل، في تسلل. عايز هنا الحكم اعتبر ان رامي ربيعه بيحوش على جسمه، كرة كانت قويه في اتجاه، انا بقول الحكم يعجبني، اعتقد لعيب كده اداؤه وكورته فيها شاك، والهدف اللي جابه كهربا ادي حمدي فتحي 50 مش عايز اقول 60، ادي حمدي مره ثانيه وهي هوبا، والهدف الثاني، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا محمد يا شريف، يا نهار ابيض عليك يا محمد يا شريف، من الوضع واقفا، عايز تورينا ايه؟ مين ال 50 ده؟ مين ال 50 ده؟ ورينا يا ابني، حلوه 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 حلوه، وفي مكان قاتل وبلمسة روعة الروعة روعة. مين ده يا سيدي؟ ورينا فين؟ ايه ده؟ جول الجول الخمسين، ماشي يا عمي ماشي يا عم الشباب، 50 هدف، ده انت كنت محضرها بقى، ده انت كنت مقري عليها عديت يا سين يا ابني. حلوة حلوة، سمع كلام كهربا، كهربا اداله العداد وقال له خش عد بعدية، لكن حلوة 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 حلوة، اللمسة فين والتانية فين والتالتة فين؟ جميلة جميلة، يس يا سلام، كهربا قال له هتجيب جون هتجيب جون، وجاب جون فعلا، وعدت وهوبا، صعبة 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 صعبة، يا عيني عليك يا شريف، يا عيني عليك يا شريف، يا ليلة رد على المستبد، وانت مستبد يا شريف، حطيتها في وقت قاتل بالنسبة لنادي الزمالك، روعة روعة روعة. مين وراها برضو؟ حمدي فتحي، لكن الشوط الثاني دسم 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 دسم، والأرضية ولسه وهوبا والعرضية، لكن سهلة سهلة كده لعبد القادر، عايز ينكشها معرفش ينكشها، تروح في اليمين لزيزو زيزو زيزو زيزو، حطها لعمر جابر، عايز يلف العرضية، عرضية معدية مش معدية، شيكابالا، لكن سهلة سهلة. يوسف أسامة نبي، وادي زيزو مرة تانية عالية حلوة، ياخد على صدره وتسديدة، لكن بعيدة يا إمام بعيدة، عايز يعدي يوسف أسامة نبي، بيدور، رجع مرة تانية لزيزو، أرضية على وسط الملعب، دونجا تسديدة، أي حاجة يا دونجا، كان معلول اللي فاتت دي كان معلول، رجعت له مرة تانية، حطها حلوة، خطير 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 خطير، آه يا نهار أبيض، عواد طلع متأخر سنة، كان ممكن يلحقها شريف، لكن الأهلي نشوفها مع بعض، أدي الانطلاقة، وادي عواد وادي عواد، أعتقد ما فيهاش حاجة، أعتقد ما فيهاش حاجة، ده شريف شريف لعبها خلاص، والتكملة الطبيعية لرامي ربيعة اللي عمل ماتش مبدع هو وخالد عبد الفتاح، أحد الصفقات الرائعة للنادي الأهلي الحقيقة يعني. من ناحية شمال عايز عد، خطير خطير خطير، وهوبا، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، يا ليلة رد على المستبد، وأنت يا أهلي مستبد، وأنت كمان يا شريف مستبد، يخرب عقلك يا راجل، ده أنت بتقول للكولر اقعد على الدكة وسيبنا نلعب. حلوة 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 حلوة، بشماله روعة روعة روعة، تلاتة تلاتة بس يا شريف، علمني الرأس، حلوة 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 حلوة، محمد شريف ينتفض ينتفض من دكة البدلاء عشان يقول للكولر حرام عليك. شمال مين بقى ده؟ حمدي فتحي، هو هو، وادي علي معلول، وهوبا، يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل، ليلة رد على المستبد، ليلة رد على المستبد، ايه ده؟ عدها ايه؟ والتاني نشن ايه؟ والتالت شاط ايه؟ التلاتة أحلى من بعض شربات، حلوة 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 حلوة، يبقى محمد شريف هدفين أحلى من بعض، أحلى من بعض، عشان يقتل المباراة، يقتل المباراة بشماله روعة، الفرود فرود، الهداف هداف،
القناص قناف شريف عاد إلى موقعه الحريف. تدخل من أليو ديانج ويطلق الحكم السلوفاني سلافكو فينيتسيتش صفارة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز